أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وكفى بالله شهيدا، وعلى آله وأصحابه من تبع الإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم ndugu zangu katika imani, usikose kusubscribe channel hii ya Ustadhi Wembe ili uweze kuwa wa kwanza kupata faida hizi za masomo, na usikose kushare ili mwingine aweze kupata faida hii, ambapo pia kushare ni miongoni mwa sadaka tunjaria, ambapo hiyo sadaka hiyo mwenza kwa kipata alhamdulillah na fungu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo tutaangalia dua ambazo zinavunja sihiri ndani ya mwili wa mwanadamu na kuvunja mashaitani na madhabahu ambayo yanasumbua mwanadamu katika maisha yake ya kila siku. Dua hizi ni aya ambazo zinatokamana na Qur'an, na ni miongoni mwa silaha ambazo ukizitumia alhamdulillah Mwenyezi Mungu atakupatia shufaa iliyo nzuri. Na aya hizi ni miongoni mwa aya za rukya, na nitaelekeza na dua ambazo utambatanisha ili uweze kunasua mitego ambayo umewekewa na wachawi na mahasidi na wenye vijicho na kadhalika. Wenye maradhi pia mnaweza kupata dua hizi, na wenye matatizo ama wenye miondoko ya mivuto ama shida mbalimbali ambazo unakumbana nazo katika ulimwengu huu, basi kupitia dua hizi alhamdulillah ala kulli hali Mwenyezi Mungu atakuondoleshea maradhi au matatizo ulionayo. Na pia dua hii ambayo nitaenda kuisoma muda si mrefu inasaidia mambo mengi ya kuondoa uchawi, vifungo na mabalaa katika nyumba na mabalaa katika mwili na kila aina ya matatizo ambayo yanakukumba. Basi dua hizi na si zingine ila ni kama ifuatavyo. Hapa utaanza na suratul Fatiha mara tatu, utaelekeza na suratul Yasin mara tatu, na dua zingine ambazo pia nitazielekeza hapa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضره ولا ينفع ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولو بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابات وتصريف الرياح وسحاب مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوظ حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا وملائكة أولو العلم القائما بالقسطه لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم البغي بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبوا حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرين بأمره لا إله ألا له الخلق له أمره تبارك الله رب العالمين عدوا ربكم تضرعا وخفياتا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يحفكون فوقعوا الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يحيل إليه من سحره أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فألق ما في يمينك أن تلقف ما صنعوا إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
الفلك يسحر تسجدا قالوا آمنا برب موسى وهارون قالوا آمنا برب هارون وموسى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان لهم به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرين وقل ربي اغفرني وارحمني وأنت الخير الراحمين وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا عجبوا داعي الله 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 وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لن يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواط من نار ونخاش فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو على كل وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع النفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأما النبي ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظللنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادهم رهقا وأنه ظنوا كما ظننت أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدنا ملأت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد لهم شهابا رصدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء علي أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إن نحن
nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharam wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa adrib lahum matalan ashabal qaryah id ja'a al-mursalun id arsalna ilayhim ithnain fakadabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzalna ar-rahman min shay'in antum illa takdibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لي يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفعتهم شيئا ولا يوقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلموا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا المحضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأغناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون وشمس تجر لمسكر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ما نزل حتى عاد كالعرجون القادم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلوك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نقرئهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع الله وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربي إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله وطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداد إلا ربهم ينسلهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم النفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عيونهم فاستبقوا صراطا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر من نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ومن ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون ودللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون النصر وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون ما يسرون وما يعلنون ولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظاما وهي رميم قل هي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر اختار النار ف
نارا فإذا أنتم منهم توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلها بل وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم النعمة عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجاتي وجيها للذي فطر السماوات والأرض نصرا من الله وفتح القريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم الحواريين من أنصار إلا الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العلم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حسمت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس من الجن والإنس من الجن والإنس من الجن والإنس وإن يحضرون أنز جاره وجل ثناؤه وتدغست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعله في نور عدوه وعوذ بك من شرور وتحليون ومكراء ومكائدهم أطفي النار من أرادني من عداوات من الجن والإنس يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا محيط يا كافي يا محيط سبحانك يا ربي ما أعطى من شنكا وعند سلطانك وتنصنتم بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله وصالحين من عباد الله حصنت النفس بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أرشني بعينك التي لا تنام واكفني بكفك التي لا يرى ورحمني بقدراتك علي فلا أهلك وأنت تاقين ورجافني يا غيات مستاقطين يا غيات مستاقطين يا غيات مستاقطين يا درك الخالقين يا درك الهالكين يا درك الهالكين اكفنا الشر من الشر كل طريق يطرق بالليل أو نار إلا الطريق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرك نفس من كل ما يؤذي من كل حاسرين بسم الله أرك النفس من كل ما يؤذي من كل ساحرين بسم الله أرك النفس من كل ما يؤذي من كل مارض بسم الله أرك النفس من كل ما يؤذي من كل شيطان مارد بسم الله أرك النفس من كل ما يؤذي من كل حاسرين اللهم شفائي بسم الله رقيق اللهم رب الناس آذي بالباس واشفي وأنت الشافي وعافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقدر السقام ولا مرض شفاء لا يقدر السقام ولا ألم شفاء لا يقدر السقام ولا عين الحسد
شفاء لا يقدر السقام ولا حسد، شفاء لا يقدر السقام ولا سحر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفعني كل تعب الشديد، واكفني من الحدا وحل الحديد والمرض الشديد والجلس العنيد، واجعلني نوري من نورك، وعز من عزك، ونصر من نصرك، وباء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحصرة من حراستك، وتأييد من تحييدك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تخفي من شر كل ذي الشر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين، طاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين، 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 يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار. اللهم يا الله، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم حسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والحضرات من الشكوك والظنون والأوهام ساترة القلوب عن مطاليات العيون، فقد بطلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، وسخرت النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسخرت الجبال والحديد لداود عليه الصلاة والسلام، وسخرت الجن والإنس، وسخرت الجن والإنس، وسخرت الجن والإنس، وسخرت الجن والإنس، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بهير ولكم في الأرض والسماء والملك والملكات وبحار الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكت كل شيء. كف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وغفر لنا فإنك خير الغافرين، فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وادنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا الرهان طيبا كما هي في العلم، وانشر علينا من خزائن رحمة، وحملنا بها حمل الكرامات مع السلام، وعافية في ديني والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الرحمة لقلوبنا وأبداننا، وسلامة وعافيات في ديني والدنيا، وكن لنا صاحبا في سفرنا، وخالقنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسسهم على مكانات فلا يستطيع مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء أن نتمسنا على عيوني فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسقنا على مكانات فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فجعلناهم
جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كل الشيطان من الإنس لا يبصرون كل الشمحروش المحبة لا يبصرون كل عباد القبور من الجن لا يبصرون كل ما كات وما كتان لا يبصرون كل ما كات وما كتان لا يبصرون كل مزيم من المزيم لا يبصرون كل ساحر والمساحر لا يبصرون كل ساحر والمساحر لا يبصرون كل الشيطان من الجن لا يبصرون كل الشيطان من الجن الجن لا يبصرون كل عباد القبور لا يبصرون كل شمروش المحبة لا يبصرون كل ربامبا من الجن لا يبصرون كل ربامبا من الجن لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وانا الوجوه لحي غني وقد من حمل الظلمة طاسن حامي معين سنقاف مرج البحر يلتقيان بينهما برزقهم لا يبقيان حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم حم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد قابل القول لا إله إلا هو المصير بسم الله بابنا تبارك هطالنا ياسن كاف هوايتنا تبارك هطالنا ياسن سقفنا كف ها يعين صاري كفايتنا حميم عين سن كاف حمايتنا حميم عين سن كاف حمايتنا فسكتكم الله هو السميع العليم فسكتكم الله هو السميع العليم فسكتكم الله هو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة علينا بحول الله لا يقدرون علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل عليك الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله علي حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله معروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الآمن الآمن من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت الخير الراحمين وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس آت بالباس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقدر السقام ولا مرضي شفاء لا يقدر السقام ولا مرضي شفاء لا يقدر السقام ولا مرضي شفاء لا يقدر السقام ولا سهري شفاء لا يقدر السقام ولا سهري شفاء لا يقدر السقام ولا سهري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بكلمات الله تمات من كل عين لما أعوذ بكلمات الله تمات من كل شر وهم أعوذ بكلمات الله تمات من كل شيطان وهم يا الله يا وافي يا الله يا شفيع يا الله يا جبار يا الله يا خالق يا الله يا لطيف يا الله يا رحمن يا مالك القدوس يا سلام يا نور يا المحمل المتقيم يا الله يا الله
برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم ndugu watazamaji wa channel hii, hakika hii ni dua nzito, mchanganyiko wa dua mbalimbali ambayo ni rukia, ambayo unapata hapo. Kuna Hizbul Bahri, kuna Hizbul Nasri, kuna Ayatul Kifayati na zinginezo. Hakika Mwenyezi Mungu dua hizi atazitakabalia kwa idhini yake, na kila aina ya maradhi yatakuondokea, na kila aina ya matatizo yatakuondokea, na kila aina ya balaa na uchawi zote zitakuondokea biidhnillahi karim. Muhimu ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuweka imani nzito na thabiti ya kuwa Mwenyezi Mungu anaweza. Ndugu zangu, kama kawaida, Ustadhi Wembe nipo sehemu za Kenya, Mombasa, mtaa wa Likoni ama mtaa wa Bilali, na ukihitaji ushauri wa tiba mbalimbali, basi tunaweza wasiliana kwa nambari zifuatazo, ambayo ni una kama upo nje ya nchi, basi unaanza na alama ya kujumlisha 254 na 719283834, 0719283834. Tunaweza wasiliana kupitia na nambari hizo. Mimi ni wako Ustadhi Wembe, wabillahi tawfiq.